الحقيقة لما بتهل علينا دكتورة أمنة نصير، الحقيقة أنا بسعد، بسعد لسببين. السبب الأولاني لأنها في منزلة ضخمة جدا عندي، فكرية وإنسانية، يعني ما شاء الله عليها، احتلت مكان ضخم جدا جدا في حياتي. كل الشكر ده ربنا يخليك. الأمر الثاني لأنها بتمس موضوع محبب إلي جدا، موضوع خشى الرجال من المفكرين أن يقتربوا منه، منطقة أمهات المؤمنين. لدرجة أن أنا قلت قبل الفصل، كنت بتناقش مع الدكتورة، قلت لها أن هذه المنطقة ظلت مهجورة والكل خشى أن يقترب منها، حتى العظيم عباس محمود العقاد الذي أبدع في العبقريات جميعا لم يقترب من عبقرية مثلا أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين خديجة، لم يقترب منها، اكتفى بوصفها داخل العبقريات. هذه المنطقة الحقيقة بتمسها الدكتور أمنة نصير مسا شفيفا شغوفا محبا، بارك الله فيها، وأنا بأهنيها عليها وأقبل يديها على الدخول في هذه المنطقة بهذا الجمال الإنساني والحب النوري الذي يستمد نوره من نور النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. دكتورة أمنة أهلا بك. أهلا بحضرتك، كل الشكر لهذا الكلام، يا رب أكون أهلا له، وكل التحية لحضرتك، وأنا ببقى سعيدة وأنا جاية لهذا اللقاء رغم أنه صيام وآخر النهار والرصيد نفذ تماما من القهوة والشاي.